لا لا بدون سكر. ليش من هذه الزراعة؟ إيش هذه اللي هنا؟ قلتي لي هو الورد، نسيت. هذه لازم تكون تفرحين الحين. واو هذه قيمة الشجرة 32. أوه نحلة 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 نحلة. We met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا في حديقة في باد جودسبرغ. حبيت اني اطلعكم على نوع الحدائق الموجودة في باد جودسبرغ وفي بون وفي المانيا كلها، وكيفية استئجار هذه الحديقة من الشتات او من حكومة المانيا. طريقة سهلة جدا وبسيطة، ولكن يعتمد على حظك. اذا كان عندك حظ بسرعة بيوصل دورك. اليوم أنا زرت عائلة أبو محمود في الحديقة علشان أشوف وأوريكم نوعية الحديقة وكيف وإيش الأشياء اللي ممكن تعملوها في الحديقة. وبالنسبة للمعلومات كيف الإيجار، خلوكم معي لآخر الفيديو ونشوف. اليوم نحن في إجازة، في زيارة قصدي، لمزرعة أم محمود جارتنا. كنت بسقط. وهذون الزرعات الورد اللي الطماطم، يلا جبناهم عشان نزرعهم هنا. محمد نعم بتاخذهم هذون عشان ينزرعوا؟ نعم يلا خذهم. نزرع الطماطم اللي زرعناهم في البلكونة او في البيت علشان يطلعوا هنا أحسن. والله برافو عليك يا محمود. انت بإيدك. أيوة هذه النوع من المزارع مثل ما قلت لكم مزارع صغيرة، والطريقة انك تستأجرها هي انك تروح الى الشتات أو في بلدية بون وتسجل اسمك في لائحة إنك تريد تأجير المزرعة اللي تابعة للشتات أو تابعة لحكومة بون أو حكومة أي منطقة في ألمانيا، وبعدين تنتظر الدور يجي عليك. هذه الحديقة يكون إيجارها في السنة 100 يورو فقط وتكون معك دائماً. ولكن في بعض الناس يقدرون ياخذون هذه الحدائق من خلال ايجار بالباطن او انترميتر، بحيث انه يكون واحد عنده هذه الحديقه وما يقدر يزرعها او مستغني عنها وما يريدها يعني، فممكن تقول له انه انت بتاخذها وبتزرعها، او بحيث انه لو هو محتاج اي وقت ممكن كمان يستخدمها. فبهذه الطريقة تكون أنت عملت فيها شيء وهو كمان مع بعض تعاونتوا في هذه الحديقة. فهذا يعتمد على طريقة الإيجار، ولكن أهم شيء طريقة الشتات اللي هي أسهل طريقة وأفضل طريقة. فخلونا نشوف ونعمل جولة في الحديقة ونشوف إيش الأشياء اللي عملها عائلة أبو محمود في هذه الحديقة وتعرفوا عليها. من الأشياء اللي عملوها في الحديقة النحل، عملوا مكان وعملوا فيه نحل، فخلونا نتعرف عليه. وهذا النحل اليوم بتطلعوا النحل، بتطلعوا عسل؟ لا. وليش تنفخوا طيب؟ عم نظفهم، عم نظفهم، عم حط لهم براويز مشان العسل، بحط لهم عسل. هذا النحل هنا ورا. اوه بعد يقرص، بيقرص بالعين. وعاملين في هذا المكان شواية علشان إذا عملوا جريل في فترة الصيف. هذه الحديقة وهذه الجلسة المليحة الحلوة. كيف نشوف الفريز؟
هنا الفريز صح؟ لا مو هنا. هنا. ايه عاد صغير. نعم. شوفوا الفراولة عاد صغيرة، عاد ما طلعت، تطلع ان شاء الله. ايوه هذه الفراولة خلاص. وهذا الجهة الثانية، هذا ايش زرعته هنا؟ هذا ورد. هذا سبحان الله، شوفوا الخوخ هنا ما يبانش مع أشعة الشمس، هنا بيبين صغير. عادة خوخ يعني الفلاومن. نعم. فلاومن يعني. زرعوا الألمان دائما فلاومن فلاومن، يحبوه الظاهر. أيوة ده كله فلاومن، كله بفلاومن. قطع جوزي منه شكمان شجرات وزرع بداله. يا سلام. وهذه القهوة سوت لنا احنا ام محمود اليوم قهوة. اهلا بجارتنا. اهلا فيك ابو محمود. هذه القهوة. اهلا فيك. هذا الخشب ليش تستخدموه؟ الصوبيا بالشتاء. دفع. لا داخلتها. هذا انت اشتريتوه عملتوه؟ ولا كان من اول؟ لا كله انا سويته. ما شاء الله حلو والله. عشان اصور ايش عاملين هنا يا ام محمود؟ اوه فتاتير. متين جبتي الفتاتير؟ دواحي. تسموها ايش؟ دواحي؟ دوحل. دوحل باللام. ايوه شوفي كنا الله ايام اللي نحن قهال نلعبهم فتاتير. انتم فين جبتوهم هذول؟ في موجود بألمانيا. نحن كنا زمان هذول الفتاتير نسميهم فتاتير عدن. كنا لما نلعب بهم كذا نلعب قزع، نسوي هكذا كي حط مجموعة هنا كي بحاول اقزع كذا. ايوه تمام. وبعدين نسوي نحطهم هذا الشكل، وبعدين نشيل واحدة ونسوي كذا. شفت كيف كذا؟ يلا يلا بقزع هذه، قزعتها. شوفي والله عرفني صراحة. عرف هنا كرات بصل، بصل اخضر، البصل الاخضر. ايوه صح، شوفوا كيف البصل الاخضر زارعين. وفين النعنع؟ هذا ايش هذا اللي هناك؟ هذا نعنع. هذا نعنع؟ لا لا هذا فجل. هذا فجل. هذاك النعنع يا. وهذاك اللي هناك؟ لا اللي هنا، اللي هنا هذا ايش؟ جراجير. هذا جرجير. جراجير. يا محمد ايش هذا؟ جراجير. هذا جراجير. جرجير. وهذا شجرة خوخ. وهذه خوخ. هذا اليوم محمد دراء. هوني طالعين كمان دراءتين منا. وين هم الدراءتين؟ لك هوني واحدة. هذا الدراء يعني الفرسك. واحدة صغيرة. وينهم؟ نشوف الدراء. أيوة صغيرة شوفوها. هذه دراءة. وهذه كمان واحدة، شوف اكتشفت واحدة. أني كمان هنا. وينها هذه؟ هم أيوة. صح. وهذاك النعناع، خلينا نحن نقرب النعناع. ايوه اشتي كاسة شاي بالنعناع فريش من ايد ام محمود. وهذا كمان. هذا شو هاد؟ هذا ايش هذا قلنا؟ فجل. فجل صح، فجل حلو والله. هذه لازم تكون تفاح. يمكن كيف نشوف ايش مكتوب؟ تفاح. ايوه ايه تفاح. هذه تفاح. واو هذه قيمة الشجرة 32 يورو. كلهم 32 يورو. تويا. اوه نحلة 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 بعيني بدقين كانت. ايش هذا؟ هذا كمثرى. هذا كمثرى. لا هذا
هذا أجاس إيه أكون مثلا إيه عنبروت، هذا العنبروت والله طالعين بصراحة صغار لسه بس بيطلعوا صح. وهذه الأرض كلها مزروعة كمان، مزروعة فواكه خضار كوسة خيار بندورة. آه هنا شندك البندورة، هذه البندورة كمان، هذه الطماطم شوفوا علشان كذا عمل لها عمود كبير. أو أنا دعست مش جارية سوري، بس دعست على الخضرة. لا ما دعست على الخضرة الحمد لله. هذون على العصيان علشان الطماطم. نعم. ليك هذا كل الناحية تقريبا، كل الناحية هذه طماطم. ايه بنشوفهم بعدين لما يكبروا شوف كيف بيصيروا. والله الطماطم طلعت عندكم. وهذا ايش هذه؟ ايش هذه؟ والله ما بعرف، يمكن كوسة. ام محمود ايش هذا كوسة؟ ها فليفلة. ها بدنجان. بدنجان اوكي. وفين الفليفلة؟ هذه الفليفلة. هاي الفليفلة هون. ها وينه؟ هذه الفليفلة هذيك الطماطم. هذه الفليفلة انا هذون الحجار فيهم تراب برضه زراعة. هذا ايش من هذا؟ ورد هذا ورد خبيز. مثل هذا صح؟ مثل هذا ايش يعني خبيز؟ اسمه هيك اسمه خبيز، تهيأ لي حاجة زي الخبز عشان كذا خلت يمكن عاق. وهذول ايش؟ هذا فلاومن برضه. هذا كله فلاومن، شوفوها بدأت تطلع الفلاومن. وايش كمان معاكم غير الفلاومن؟ غير الفلاومن كمان في هون كمان هذا الشجرة هذه. ايه هذه اللي جنب الكوخ. يا سلام هذه حلوة، هذه العربانة طريقة زراعة الورد فيها عجبتني. واو هذه السلة كمان، شوف السلة فكرة حلوة، سلة فيها عجل وزرعت فيها ورد. وكمان هذا الحوض حطوه داخل في الأرض وعملوا الزرع فيه. هنا ما زرعتوش حاجة؟ هذا الاتجاه ليه؟ تعبتوا ولا ايش؟ ها ولا ملعب؟ ملعب للأطفال صح مع هذه حلو صح عشان كله ما يكونش زراعة. وهذه كرة السلة هنا كمان، كرة الطائرة، كرة السلة. السلة وجيتها كمان صورة. بدك سكر مع الشاي؟ لا لا بدون سكر. شاي والنعناع الفريش في ضيافة أم محمود من المزرعة. شوفوا هذا من المزرعة. هذا من المزرعة. لا هذا مش من المزرعة. المزرعة هذا كمان حلو. وهذه عاملين هنا سرير ما شاء الله وجلسة حلوة والله. وهذه دفاية علشان بالليل الدفاية لما يكون أيام البرد. مازوت تسمونه انتم؟ مازوت ولا ايش سموها؟ صوبية حطب. ايوه والله حلو، شوف كيف عاملينها حلو. وهذا كمان ام محمود انت هنا هذا الايش؟ هذه بتسقط الواحد، مستحيل حد يقدر ينام فيها. انا صح؟ تنام فيها يا محمود؟ كيف؟
اي والله صح. هذا وفي الاخير ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ومن المعلومة، وربي يوفقكم اللي يبغى مزرعة ويحصل مزرعة في ألمانيا. وفي الأخير أستودعكم الله وأقول لكم تشوس، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل لايك إذا أعجبكم الفيديو والشير مع الأصدقاء.